يعني في مختلف الفنون يكونوا حاضرين معنا في شباب فيم اليوم جروب ام سي دانس، وهذا الجروب اللي باش نتحدث عليه ونعرفوا بنشاطه. الجروب اللي تحصل على بطولة تونس في الرقص الفني والرياضي، يحضر معنا ممرن او شيف دو جروب صابر زعليني. مرحبا بك صابر. صابر زيدا ممرن في الفريق الوطني للرقص، هذوما شويه تفاصيل في السوق اللي نحكيو معاك بطبيعة على الجروب. زيدا حاضر معاك محمد كريم حفزي. مرحبا بك محمد. شو احوالكم؟ الحمد لله. حصلتوا على كما قلت بطولة تونس في الرقص الفني والرياضي بنبوس، حصلتوا زيدا قبلها على في 2010. 2010 صابر احكينا شوية على الجروب، شنو بالضبط يقدم؟ شنو قدمتوا؟ فوالا دونك الجروب ام سي دانس سميها تونيزي خاطر ام سي دانس سي مونديال. ام سي ستادير بالانجلي نجم نقولو ماستر اوف سيريموني، والا بالفرونسي سي لو مينور دو سيريموني. ستادير نحن انا شوزي سو نوم معناها خاطر كي ناكلو على السين نحبو نحن نكونو كي دومين. فوالا كيفاش تكون الجروب؟ الجروب تكون عام 2006 كونت مع شكون انت بديت بيه صابر؟ وحدي انا بدي كنت قبل نترينا في جروب واحد اخر كما نقولوا في الحومه في حي خضراء وكل شيء. وفي تونس اختار سي با فريمون كلوب كما نقولوا في دار الشباب. خاطر نحن فريمون دونس مازال مش مأثر في تونس وكل شيء. يبدا عادة مع اللي مع شو اللي كيفك صابر؟ تكلم معايا عادة يبداو مع دور الشباب الكلوب هذوما هكايا باش خاصة في الدونس وكل وقتها كما قلت وقتها ما كانوش معروفين كيف ما يلزم. هما حتى تو مازال مش معروفين، وليت ان بو ميدياتيزي الحكايه مع القنوات الجديده مع برش حاجات معناها كي تحلوا ولينا شويه قاعدين نشوفوا في الدونس. قبل الدونس تقول ولدي تشطح حاجه عيب ياسر معناها قبل عنا معناها حتى انا وقت اللي كنت صغير وقت اللي كنت نشطح كنت نشطح بالسرقه مي باغون معناها بليز او موا. أو فما اللي كانوا مغرومين وفما يعني وريو في يعني ينشطوا في الرقص. ثم ثم انا ديجا اسامي معروفه. صحيح. ديجا انا جيتي امبرسيوني معناها بالعباد هذوما. انا كيفاش عرفت؟ شفت ولادهم كبار، شفت في التلفزه، كنا قبل نتفرجوا في ديزيميسيون نشوفوا في دي دانسور. دونك دو لا بديت الباسيون تاعي، بديت نترينا من عام 94، بديت نترينا ونحضر لي كومبيتيسيون ونشوف. وقبل مصلي على النبي كانت عندنا بطوله قويه ياسر في الدونس معناها عام 94 ونتي تونس هزت بطوله العالم في رقص المجموعات ما برشا نعرفوش المعلومه هذايا. وعام 99 ترشحنا للادوار النهائيه بعد ظروف خاصه ما طلعناش، كنت نغزل لي زونترونور نتاعي كيفاش يشاركوا. دونك من هنا وليت انا نشارك وتغرمت بالحكايه. انت تغرم فوالا. دونك كي نحبوا حاجه راهو نواصلوا فيها مهما الصعوبات ومهما يحطوا لك ويقولوا لك لا وكل شيء، لكن راك باش تواصل فيها الحكايه. اذا تحبها تكمل معاك. فوالا. هذايا اون 2002 وصلت باش هزيت بطوله تونس وانا دونسور. انا راقص معناها كيما نقولوا جونيور، كاتيجوري جونيور. وقعدت نترينا ان سارتان تون ابخي 3 4 سنين حتى 2005 حتى 2005 صارت مناوشه صغيره انا بين الممرن نتاعي. يا اخي خرجت من الجروب وقررت مانيش باش نقف، حليت في جروب وحدي جدي كريي معناها قعدت. صعيب شاب صابر باش يبدا وحده بجروب، خاصة كما قلت صعيب شويه احنا باش تلقى مع شكون تخدم ساعه اول حاجه، شكون باش نتعلمهم؟ سا سي سور. بديتها فريمون صعب على خاطر انا ايتيجور نقرا. وليت باش دق عليه الباء والستان الوحيده اللي كنا نترنا فيها في حي خضرا كان شددها سيد لونترونور نتاعنا معناها جاب با لي مويان باش ندخل من دق الباب معناها سيتي تو فهم. اش عملت؟ نخدم وقتها في لي سونتر دابيل هذوما مراكز النداء، نخدم سامدي ديمونش والفلوس بهم مشيت كريت بهم سالا. بديت جو غامين لي جون بتي تابتي اللي نعرفو نعملو لهم بشويه بشويه. قلت لي تحب حاجه الافكار تجي وتحضر والفلوس تحضر حتى بحاجات بسيطه. بدينا بشويه بشويه لهنا وكل شيء حتى لين وصلنا عام 2009 حاجه كي بعد 3 سنين كونت جروب صغرون من بين كل شيء اوموجين. دونك لهنا بديت مع في المركز الثقافي المازا سيس. هنا المدير نتاعها امن بيا شويه ولا يعطيني عروض صغيره في البرامج نتاعو. لهنا بدا الجروب يتعرف، لهنا بدات العباد تجي وتحب تترين وتحب تترين. من غاديك في العام هذاك تطورنا بالكدا. 2010 كانت اول بطوله نهزها وانا وقتها كنت دونسور معناها كنت
نشطح بتبيع بطولة تونس بطولة تونس رقص الفني والرياضي بطولة تونس كنت نشطح وريني من بعد ثم عباد تقعد في الجروب ثم نقول شكون يخرج ثم عباد زاد يحل كلوب وحده واللي يواصل واللي ما يواصلش فوالا سي سا ثم البنات سورتو القرايه ثم لي بارون ثم برشا برشا ضغوطات معناها خاطر يقول لك هو صحيح يقول لك دونس ما يوصلش في تونس صحيح نحن على 2000 دونسور تلقى شي واحد ولا اثنين تختفلوا وشوفوا شوفوا يونكار معناها خاطر نحن في تونس اللي يسميك غنيك تقول دونس تقول اسم معي دونك او هو غلط ما لازمش الدونس يتسمى على صابر ولا على كريم ولا على اكس ولا ايكغيك شنو اللي اخترت في الدونس يا صابر؟ انا اخترت سكون ابل رقص المجموعات لا دونس دو فورماسيون معناها خاطر احنا في الدونس عندنا دي كاتيجوري عندنا الانديفيدويل وعندنا الدونس شو اللي هو متكون من زوز رقص المجموعات لهنا هو سبيسياليتي من بعد تجي عندنا توسكي الكولتور لاتان عندنا توسكي الكولتور هيب هوب عندنا توسكي برشا عندنا بريك دانس دونك انا في الجروب نتاعي اخترنا رقص المجموعات الهيب هوب معناها سكون ابل دي فورماسيون نجيو نعمل اون كوريغرافي وون دونس توس انسومبل لهنا خاطر نحب جو الجروب دونك لا سول ميثود اللي باش تعمل بها في الجروب هي رقص المجموعات وصلنا في المنهج هذاك وي صدقت دونك قعدنا نوظفوا حتى في لي زوتر ستيل شنا ما قعدناش مقتصرين على ستيل برك معناها نوظفوا ناخذوا شويه من السلسة ناخذوا شويه من البوب وشويه نوظفهم في لي كوريغرافي نتاعنا تخدموا على مواضيع تخدموا فوالا ناخذوا تيم ونخدموا عليه نكونوا منه كوريغرافي والا سبيكتاكل كامل والا تريني وسالة يعني رغم الصعوبات كيف ما قلت لك الام بعد يعني شو تقدم العروض هذه مشاركات كان في بعض البطولات اللي في تونس والا عندكم من بعد مشاركات صابر بدي الجروب نتاعكم يتعرف تخرجوا تعملوا تربصات الجروب نتاعنا في تونس الحمد لله يا رب بدا يتعرف البرا معروف بالفيديو نتاعنا اللي نبوستيوهم على يوتيوب وكل شيء دونك سورتو ديغنيغمون شنيا معناها ونيتي الجروب اللي عمل لي فلاش موب باسكو نيتي لي فلاش موب برشا عباد سي ان تيرم انترناسيونال برشا عباد يعرفوه معناها لو تيرم توا نحطوا فلاش موب على على يوتيوب هما لي جونغ العباد اللي سي اون دونس كي ديبيت بال بسربريز معناها عباد تبدا في لي سونتر كوماسيون ما فما حد شيء تسمع موزيكا واحد يدخل من بعد يبداو يكثروا بشويه بشويه دونك نحن الجروب اللي عملنا لي كاتر بلو كرون فلاش موب صاروا في تونس دونك هما عملوا بلوز برا مازلنا ما خرجناش لبرا مازلنا في في تونس جروبنا تنجم تكون فيها حتى 40 دونسور قاعد يتطور الجروب صابر شنو في حسب رايك والله شنو اللي ناقصوا؟ ناقصوا تمويل موارد معناها صعيب برشا معناها قاعد وحدي كي انا نكري رساله ب 400 و300 في الشهر معناها كل مصروفها الكل معناها تكري رساله ب 100 ولا ب 200 ومن بعد تزيد انت تصرف على حتى مش عروض انا نوصل حتى لي دونسور نتاعي وقت اللي يجوني رساله هاو كريم يقول لك معناها نعطيهم حق ترونسبور نقول له بنروح والا عندي ولاد صغار كانوا يجوني من حمام نلف وانا رمي في المنزل معناها تصور انت نعطيهم حق تاكسي الي وروتو نصرف وحدي جوست خاطر انا نحب نعمل في الحاجه هذيك ونلم بك الصغار شاركني هما مغرومين يحبوا يتعلموا يعني لازم تعطيهم الفرصه باش يتعلموا ويقدموا معاك نجم يكون هما زاد مراخر يعطيهم الجديد في الصبر ونجم يعاونوك زاد هما بافكار اخرى يعني يلزمك تصرف عليهم وتخدم معاهم سا سي سيغ انا جو سو با ان انترونور اللي هو كي دومين معناها كي ناخذ قدام نبدا 5 6 7 وما نسمعش صغاري الشباب كلكم مع بعضكم فوالا انا كلهم انا نخرج نشرب معاهم قهوه نخرج نحوس معاهم نسمع مشاكلهم من برا اللي عنده مشكله يكلمني في التليفون تقريبا فرد يعني في نفس العمر مع بعض انا بون انا باش ندخل العقد الثالث من عمري وما مازالوا في الديزويت وكل يوم مي بون مي انا نحس معناها لا دونس تخلينا نحن اون توجور جون ما نكبروش يعني انا عادي معناها كي نخرج مع ان دونسور يترينا عندي عمره 17 سنه جي با اونت نقعد معاه في القهوه خاطرنا نحكي نفس اللونجاج نحكيو دونس والدونس 6 سنين و50 سنه سي دونس كريم سابق قال لي عقل برشا وحشي برشا اما تشرح مليح بي كيفاش جيت للجروب قلت لي ما نعرفش من عناصر القاره هو صدر هو من عناصر القاره لاني جيت واحد في الدار نتفرج في الفيديو على اليوتيوب جيت حسيت روحي كل نجم نعمل حكاية جيت دخلت في نظام جون تاع عناصر مرة كي صار بطول كنت نسمع معاك في الدونس هبطت فيديو
شافني صابر الديريكتور نتاعنا ومعنتها عيط لي جات قابلنا وحكي حكي مع الجروب وكذا ومن وقتها وليت في لمسة دانس وخدمت برشا مع لمسة دانس وهزينا شامبيون 2012 و انت معاهم طبعا عندك مدة مع لمسة دانس شنو اللي حسيتوا ناقصكم؟ سبونسورين سبونسور اي فيش يعني ترى انت تقول مادية الامور كلها متعلقة بال يعني الامور المادية انت حسب رايك وين تتوظف بالنسبة للجروب نتاعكم في الاستاج مثلا فين؟ معناتها في تونس معناتها فماش استاج بلاش ما توفرلكش في دراسة نشوف كان معناتها نلقاو شكون يعمل لي ستاج هكايا خاطر مش العباد الكل عندها فلوس وفما شكون يحب وما عندوش وفما شكون مر ظاهر معناتها مش معناتها هكا معناتها ماذا بينا ديسبونسور تلاقي بينا شويه خاطر دومين معناتها الدونس نحسو في تونس مش قاعدين يبدلونا جميع. بيه شحال تشوف راي صابر توا قلت له قلت بدا تعرف عندكم شكون عندكم شباب معاكم وترانين مانيش عارفه انا اللي كما قلنا قريب اللي ماهوش قريب علاش مش مهمين بكم السبونسور؟ هنا هم مش مهمين بينا مي كي تجي باغ اكزومبل نحن في الجروب نتاعنا عملنا استراتيجي بلوتو انا عملت استراتيجي معناها دونك نحن حابين نوفقوا الفن نتاعنا في شوية كوميرسياليزاسيون دونك باش نلقاو موارد ندخلوا بهم فلوس باش نجمو نصرفوا على الجروب باش نجمو نجمو نعمل كوميات باش نجمو انا يمكن قلت الكلمة غلطة مش من بيكم لكن علاش مش ما تلقاش شكون يتعاون معاكم علاش ما تلقاوش دي سبونسور يعاونكم مش حتى كي نحكيو على سبيكتاكل نحكيو على حاجة نتاع احتراف يعني تظاهرات ثقافية تحضروا فيها سامبل على الاخر انا سؤال سامبل على الاخر انا جابك فيه في زوز تصاور انا نجم اوريك تصويرة للقبة القبة نتاعنا عام 94 تشوفها انت ثم بلوس كو 5000 سبيكتاتور جايين البطولة الوطنية للرقص الفني والرياضي وتلقى المستشهرين من الباش من البيات من كل من برشا برشا هذوما ديجا موجودين في لي فوتو معناها وكي نجي نوريك البطولة نتاع 2012 اللي هي ويكلو اونتر بارونتيز تقول نحن معناها فوت ديجا انت كانت تعملها مش ويكلو كي تقول لها متكركره من جاره متحطهم غاديكا تلقى اربع كعبات انا وتع اون 2010 ثم اربع سكر قصوا امي وخالتي واخواتي العائلة والله قصيت لهم انا قلت لهم امو خلينا نشوف وعند من نوف بركة لو في الجيش التونسي جاي يتفرج معناها عبونا سارة بالجيش التونسي سارة انا من معناها ما نحطش اللوم كله على الفيدراسيون نحط اللوم على برشا عباد علاش؟ خاطر انت كي باش تقص تيكيب 5000 فرنك لازمك تمشي تتفرج في ماتيغ في برودوي انا واحد من الناس كانت تقول لي ادخل بلاش البطوله الوطنيه رقص الفن اللي انا هزيزها ما ندخلهاش النيفو اللي تخوبه وعندهم الحق متوفر لهم السالات متوفر لهمش ماديات تمشي دار الشباب يخير كلوب ميوزيك على كلوب دانس وقت اللي كانوا يخرجوا منهم دور الشباب اسامي معناتها في الموسيقى في الرقص اللي تحب انت في الفنون الكل فوالا دونك والدانس اللي دوميني باغ سارتان بارسون في تونس معناها ما تعطيش فرصه للشباب معناها عندنا جروبات خليهم يوريك امن بيه امن بيه وقت اللي تعطيه فرصته وما يوريكش قول له يا انسان انا عطيتك وانت ما عرفتش جو سوي ديزولي اما انت تحكم عليه بالاعدام من الاول من قبل ما يوصلك سامحني صابر مازلنا نحكيو على الجروب نتاعكم انت ومحمد انسي دانس اكيد بعد شويه نشوفوا مراد شنو اختار لنا اغنيه باش نسمعوها توا نرجعكم بعد شوية. معنا نحكي وزيدة معك محمد على الجروب على الظروف الكل يعني على المجموعة متاعكم صابر قبيلة حكينا قلنا شنو اللي ينقص الدانس شنو اللي ينقص الأولاد انت تحدثت برشا قلت فما اللي كملوا على ما نعرفش مين يعطي الرقم قلت حاب نلقاو واحد
يواصل ويكمل. انا سالتك قبيله ما فهمتني شنو اللي ينقص حتى باش يولي الفن هذية مثلا الرياضه هذية تولي معناتها عندها الناس اللي يتفرجوا فيها يحبوها حتى يرجعوا يعاودوا كما قلت انت قبيله مثيل به برشا القبه كي يجيوها 5000 متفرج وصلوا معناتها في البطولات هذية ما عادش فما فارغه. وي باش نجمو نعاودو نحكيو على جمهور يعاود يرجع يتفرج في فن هذا رياضة. أنا أقول فن رياضة. هو فن رياضي صحيح. فن رياضة. الجمهور وقتاش يرجع؟ سؤال وجيه والجواب نتاعو أسهل منه. وقت اللي نعطيو برودوي نعطيو حاجة باهية سي نورمال. الإنسان كيمشي كيما واحد يتفرج في التلفزة في يدور من شين لشين حتى يلقى حاجة أتيغونت. وقت يلقى حاجة أتيغونت باش يتفرج فيها. سامبل على الآخر في الدانس وقت اللي نوصلوا نحنا مش باش نقول العباد الكل معني لهنا مانيش نجمع ثم اللي عندهم انسخ تاني فو وثم العباد الباهية. دونك انا باش نحكي بصفة عامة خاطر انا كي نحكي على ثلاثة ولا اربع جروبات في الجمهورية الكل ما متسميش حاجة باهية. معني انا من نجم نحكي على حاجة باهية اذا ثم اكثر من 50% من اللي جروب يقدموا في الماتير باهية نقولوا لهنا اتطورنا. ما نحنا في تونس كنبدا نسمي لك في الجروبات نجم نوصلوا راه نفوتوا ال 100 جروب صدقني حتى جروبات اصلا ما تسمعش باسامي ولهنا سي دوماج لهنا ترجع الحاجة المهمة ياسر اللي هي لا فورماسيون لا فورماسيون دو باس. والجروب مش متكون عندك ان شيف دو جروب وعندك لي دانسور. الشيف دو جروب نجم يكون هو لونترونور ولا كيفاش الفورماسيون. المهم ثم في واحد الفوق اللي هو ثم العباد تحته. لهنا اذا انت شيف دو جروب نتاعك موش فورمي وني با ابت وين با سويفي دي ستاج ولا دي فورماسيون اكاديميك. نحن نقول حتى في الدانس يا دي فورماسيون اكاديميك هو تنقصوا تربص هذا كما حكينا نرجعوا للفورماسيون ديما نقعدوا نحكيوا على التكوين سي بور سولا. دونك هذاك علاش كان هو مش متكون بالكدا كيفاش باش يكون الصغار اللي عنده وقت اللي هم يغزروا له اللي هو الايدول نتاعهم يعني اللي هو القدوه نتاعه. كان انا القدوه نتاعي ماهوش طياره تحبني انا نكون طياره ولهنا راهو ما عندناش لوم على لي شيف دو جروب خاطر سا مونك دو مويان. لي ستاج في تونس بريسك يونا با بريسك يونا با معناها ثما دول تخوا ستاج ولا جو با يجيبون ساعات مشكورين بعض الوزارات يجيبون ساعات لي فورماتور من البر ومونك دو مويان. معناها انا ان دونسور اللي هو يشطح في الشارع ومن بعد تجي تقول له فوزالي باسي ان ستاج حتى ب 50 دينار مش يجيبها هو مسكين ما نجمش يجيبها 50000 ما نجمش يجيبها. صابر مازلنا مواصلين معاك مكملين معاك بعد شويه توا 8:30 وقت الموجز الاخبار ونرجعوا نوصلوا معاك بعد شويه. دوما يعني عروض كيفاش تقدموها جديد يعني يلزم افكار اخرى جديده كيفاش يلزمكم تعملوا يلزمكم ديما يعني افكار جديده ابداعات اخرى تربصات اللي هي تركز عليها برشا صابر نقصتكم. صحيح يعني ما فماش تربص تقريبا كان على حسابكم مثل الشخصي 90% على حسابنا الشخصي باش ما نعموش 90% على حسابنا الشخصي والاصعب من هذول هما مش في تونس معناها لازمنا نسافروا معناها لازم واحد يلغى لي مويان باش ينجم يسافر لبرا والا حتى كي مش يجيب ان فورماتور من برا سا غوبيان او ميم معناها باش يجيبه من برا باش خلص له تيلو باش خلص له ستاج خلص له طيارته وكل شيء باش يجيك ولهنا. الوليد اللي معاك قاعد يقوم بتربصات برا كل والله مش قاعدين يقوموا ما زلتوش ما زلتو هما ما نجموش كيما قلت لكم سون دي جون دو 16 17 اون 18 اون معناها ديجا مازالوا يقراوا ما عندهمش لي مويان مانيش نعمل نطلع انا لبرا ولا ناخذ انا دي فورماسيون ولا نتعلم نجو باس لانفورماسيون هكاك معناها انا نتعلم ونعلم ما ندخلش عليهم حتى شيء. اللي ينقصكم زاد تحبوا عروض ثقافيه مشاركات سي سيغ في تظاهرات هكا تظاهرات نحبوا نحن عروض خاطر نحن ابريتو شنو هو الدونس هو فن. كان انا ما نقدمش فني للعباد وما نحسش بروحي انا فنان على السين وقت اللي نطلع خاطر تجينا عروض اخرين كيما نقولوا نحن بلغتنا نحن كوميرسيال مي باش تخدم بهم باش تدبر بهم كيما نقولوا باش تغطي المصاريف نتاعك ما غير ما ماكش تعمل في الفن تعمل في حاجه يطلبها منك الكليون اخدمها وكها ماكش تبدع فيها ماكش حاجه تحب انت تقدمها فوالا سي سهل به صبر نشاطكم توا يعني شنو قاعدين على شنو قاعدين تخدموا شنو برنامجكم يعني عندكم افكار اخرى جديده نحكيوا على السبيكتاكل نتاعكم اذا فما كمان كانت عندنا 3 تورني في الصيف
تمنيها. بعد كمان في حكيت في في سبتمبر هكا كمان في سبتمبر التوني متانا سيتي تغا. انا في 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 اكتوبر ما كنتش لهنا دونك الولاد خذوا راحه ان شاء الله باش نرجعوا اول شهر الجاي. عن الكوميدي ميوزيكال حضروا فيها دونك هذه فريمون قاعدين نحضروا فيها باش نحاول نشاركوا بها سنين خدمة وزارة الثقافة ولا باش نحاول نشاركوا بها في مهرجان المهرجانات. دونك هذا هو اللي قاعدين تحضروا هذا اللي قاعدين نحضروا معناها ان كوميدي ميوزيكال انتيرن نحضروا فيها نحن كلكو زميلين لمينا بعضنا وباش نحاولوا نخرجوا مش امسي دانس وحدهم مي ان كوبيراسيون افيك دي زامي معناها قلنا معناها امسي دانس ودوتخ جروب نعمل الافكار نتاعنا واش نجم نخرجوا خاطر يد واحده ما تصفقش. عارف كيف ما تحب وانت كيف ما يلزم يعني عرض فيه نقول راقي يلزم مع مجموعات اخرى بالطبيعه معناها خاطر انت ماكش باش تلم المواهب الباهيه الكل معناها شغل عندي في جروبك عندك 40 واحد ماكش باش تلقى 40 واحد باش تلقى عندك 5 6 في الجروب الاخر باش تلقى زوج 3 معناها نحن شنو نعملوا هاك هي فرصه لهم باش يشاركوا معنا. دونك انا جو بروبوز عليهم كل جروب يختار لي ميور زيليمون ونكونوا مجموعه باهيه وما فيها بس ابخيتو نحنا له اسم امسي دانس ولا اسم اي حتى حد باش يطلع نحنا ماذا بينا حتى كي نطلعوا نجم نعمل اسم انونيموس ونطلعوا به معناها حتى اسم المهم نحنا نوريو الفن نتاعنا ونقولوا للعباد اون اكزيست اون لا تلفتونا شوفونا رانا نجمو نعملوا اللي انتم ما تتخيلوش تعملوه وراو العباد اللي قاعده تخدم راه مش كانهم في تونس ثم عباد اخرين نجموا يخدموا. ميرسي صابر نشكرك على حضورك معنا ان شاء الله بالتوفيق لكم ام سي دانس هكا ولا ليش ان شاء الله بالتوفيق لكم. محمد يعطيك الصحه على حضورك ما تكلمتش برشا. لا ما تكلمتش برشا مره اخرى ان شاء الله تحضر بحضرنا مع الجروب مجموعه اخرى من الجروب نتاعكم. مواصلين معكم احنا في